نتحدث عن أوبك بلس والتي لازلنا بانتظار خروج قرار منها بخصوص الإنتاج وسط حديث عن نمو إنتاجها خلال يونيو بأعلى وتيرة منذ يونيو السابق له. طبعا إيمان اجتماع غدا اجتماع مهم ولا بد لتحالف أوبك بلس أن يصل إلى اتفاق فيما يخص زيادة الإنتاج، وذلك لأن الطلب في الصيف المقبل ووفقا للاجتماع اللجنة الفنية لأوبك بلس التي انتهت قبل يومين وضعت 3 سيناريوهات للطلب خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها زيادة الاحتياط أو المخزون لدول الأوبك خلال 2022 وضرورة زيادة الإنتاج في الصيف المقبل. بالتالي الخلاف الذي حدث في اللحظات الأخيرة بين قوسين لابد أن تتم تسويته يوم غد في مباحثات الأوبك بلس، وذلك لأن يعني عدم الوصول إلى اتفاق يعني زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهذا ليس مرضيا لا للمنتجين ولا للمشترين. بالتالي أسواق النفط ستنظر غدا لاجتماع أوبك بلس، قد يكون في يعني يتم حسم الخلافة بين الإمارات وتحالف أوبك بلس خلال الجولة الأولى، وقد يستمر جولات أخرى، ولكن في نهاية المطاف من ضرورة من مصلحة السوق ومن مصلحة المنتجين والمشترين الوصول إلى اتفاق. بالتالي سنشهد نمو خلال الفترة المقبلة ولكن بوتيرة منضبطة، وفي الحسبان عودة النفط الإيراني حال الوصول لاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران في أي لحظة. بالتالي نتوقع الوصول لاتفاق، نتوقع نعم. زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب خلال هذا الصيف. لكن هل يضع هذا الاتفاق أي سعر مستهدف للنفط خلال الفترة المقبلة؟ هذا سؤال مهم، ولكن السؤال الأهم أن وزراء أوبك الذين يجتمعون غدا لا يستطيعون الحديث عن أسعار مستهدفة، لأن ذلك يضعهم تحت طائلة قوانين الاحتكار الأمريكية. ولكن سيتم الحديث عن زيادة الإنتاج، لأن الأسعار على سبيل المثال فوق في النقطة الحالية هي الأسعار في أفضل حالاتها. إذا ارتفعت الأسعار يعني هنالك ضغوطات كبيرة على الطلب، خاصة مقارنة مع ارتفاع أسعار الدولار، وإذا انخفضت الأسعار سيلقي بظلاله على المنتجين. بالتالي المرحلة الحالية يعني هي شهر العسل ما بين المنتجين وبين المستوردين، لذلك سيحرص الوزراء الذين لا يستطيعون الحديث طبعا يعني علانية عن أسعار مستهدفة، ولكن نعم. ضمنيا هو موجود ضمن نقاشات يوم غد. نعم سيد مصطفى.